السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحكم بأنوار سيدنا محمد أعضاء الجروب الأكارم. وهي إن شاء الله وتعالى بفضل الله وكرمه السيارة الدوبلو خلصت برش بالكامل والحمد لله رب العالمين. هي من شايفين مع بعض، هي غطاء المحرك والسقف باين والحمد لله، طبعا بدون بوليش بفضل الله عز وجل. الحروف زي ما لكم لاحظين قايمة ولله الحمد. شكل حلو كله باين بإذن الله. السقف اللي هو تعبني اكتر شيء في السيارة. طب هدول انا شلتهم، البلور الجام ده شلته علشان اللزق بتاعه، ف يعني مكانه حرق ومش هينشال مع الجام، فشلته هو طري من شان ما يعمل لي مشاكل بعد ما تنشف البويه. هاي العربية في الكامل ولله الحمد والشكر. واكثر شيء راح نجي نحكي عليه وندقق عليه هو سقف العربيه اللي واخد معنا معجون. طبعا كان في على السقف حوالي اللهم صل على سيدنا محمد نصف سنتي معجون، وفي مكانين في السقف يمين ويسار. على اليسار من نصف العربيه ورا بنقول 25 30 سنتي دائري، في حوالي سنتي معجون لان كان الصاج خفيف بعد ما شلنا نزلنا المكسور وشلنا البويه التعبانه والمعجون التعبان في الكامل، نزعناه على الخالص وبان علينا الصاج. نظفنا الصاج، سمكرت الصاج على قد ما اقدر بتسواي، ورحنا واخدينه واخدت وشره فيبر جرد وصفينا الفيبر. صفيت الفيبر والفيبر اللي فضل عليه قعد فقط في اماكن الحته الصغيره الواطيه. وبهالحاله اخذنا اول اشريط معجون حديد جرد وتاني اشريط معجون حديد كمان جرد. خلينا نقول يعني ما بين الفيبر وطبقتين المعجون الثلاث طبقات دول عملوا عندي خلينا نقول نصف ميلي نصف سنتي زي ما كانت في الاول. لحد هنا كويس. بعد عمليه الصنفره والتصفايه السقف في الكامل نزل عندي مستوى المعجون ما بين الميلي للميل ونص، من الميلي للميل ونص، وهيك بالحال يكون خففنا حمل عن السقف وخففنا معجون. وان شاء الله تعالى طلعت لوحه فنيه حلوه زي القلم زي ما انا شايفين مع بعض. بص الحروف ما شاء الله، وكان لفه حلوه، لفه لف زي الموز زي الهلال. بص كده مع بعض ولله الحمد والشكر. طبعا تعذبت فيها لاني السياره عاليه يعني مستواها اعلى مني، فتعذبت بالشغلات سواء في تنزيل المكسور او نزع البويه التعبانه او فرد المعجون الحديد او فرد معجون الفيبر ولا تصفيتهم ولا في الفيلر ولا في البويه. طبعا اخذت مني وقت والحمد لله رب العالمين. زي ما شايفين بعض احنا بنشوف السقف من سقف العربيه، والله يعطيكم العافيه. وهذا الشيء اللي بنوصل له بمجهودكم وارشادكم ونصايحكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجمعه مباركه علينا وعليكم جميعا. الله يسبحكم بانوار النبي.